اوفر نتورك، تمام. اما بقى ال NTFS permission بيتطبق on both side، بيتطبق على الجهاز ذات نفسه اللي انا بعمل عليه ال NTFS permission او الفولدر اللي انا واقف عليه وبعمل فيه NTFS permission، وبيتطبق اوفر نتورك، يعني بيتطبق في الحالتين. فتعالوا هنا نعمل بسرعة كده permission سريعة كده مثلا على system administrator، ونشوف موضوع ان هو ان فعلا البرميشن السكيورتي بيرميشن او الان تي اف اس بيرميشن بتطبق على الجهاز ذات نفسه وبرضه بتطبق اوفر نتورك. هنشوف حالا دلوقتي اوفر نتورك، بس تعالوا نعمل الان تي اف اس بيرميشن على الجهاز ذات نفسه دلوقتي. فهنعمل اد مثلا، وهنعمل اليوزر اسمه محمود، اوكي تمام. هندي لمحمود دهوت، هندي له ايه مثلا ديناي على الفولدر دهوت، هقول له اوكي اوكي وبعدين هعمل هنا لوج اوف، وهعمل لوجن باليوزر اللي اسمه محمود، ونشوف البرميشن هتطبق عليه ازاي. هنظرك البريسيزنس نان بيرمينت لوجن، اليوزر ده هوت ما عندوش الاثنتيكيشن، عشان ده اليوزر ده هوت دومين يوزر بس، فما عندوش الاثنتيكيشن ان هو يقدر يخش على الجهاز دهوت، لان الجهاز دهوت دومين كنترولر عشان نازل عليه اكتف دايركتري. فثانيه واحده وانا هخليه يعمل لوجن طيب انا خليت اليوزر دهوت يقدر يعمل لوجن على السيرفر، وزي ما انتم شايفين احنا عاملين لوجن باليوزر اللي هو اسمه محمود. تعالوا نروح لماي كمبيوتر، ونروح لنيو فولدر، ونروح للفايل اللي احنا عملناه محمود، عملنا له ديناي. هنيجي نفتح داتا هنلاقيه ذا داتا از نوت اكسس، اكسس از دينايد، تمام. يبقى احنا هنا عرفنا ان ال NTFS permission بتطبق على اليوزر، بتتاسف بتطبق على الاوفر نتورك، وبتطبق على الجهاز ذات نفسه اللي معمول عليه البرميشن. طيب هنروح دلوقتي تاني نعمل لوجن از ادمنستريتور عشان نعدل البرميشن ديت، ونشوف لما تيجي نعملها اوفر نتورك هتتعمل ازاي. تعال نروح ل طيب هنا زي ما انتم شايفين ان احنا علمنا على ديناي، فالراجل اخد ديناي، ما اخدش ايه اي بيرميشن ان هو يقدر يفتح الفولدر دهوت، واخد اكسس از ديناي. طيب هنشيل بقى كل الكلام ده كله، تعالوا نعمل ريد ورايت على لمحمود، تمام. لكن علشان اخلي الفولدر ده هو يقدر اليوزر ياكسسه اوفر نتورك لازم اعمل له شيرنج. يعني انا دلوقتي لو انا جيت على المكنه الاكس بي اللي هو اليوزر اسمه محمود لوجن عليها، مش هيقدر يخش ياكسس الفايل ده هو، لان هو اصلا مش معمول له شير علشان هو على جهاز تاني. فلازم علشان اخلي الفولدر الراجل ياكسس عليه اوفر نتورك، لازم ابتدي اعمل عملية فايل شيرنج. خلاص هنبتدي دلوقتي اعرفكم يا جماعة، لما اجي اعمل فايل شير و بيرميشن و NTFS بيرميشن، الصلاحيات اللي هتروح لليوزر، ومين اللي هيكسب، وازاي اظبط الموضوع البيرميشنز بتاعت اليوزر، ال NTFS بيرميشن والشير بيرميشن. طيب تعالوا عشان ما نطولش الكلام النظري، تعالوا نروح بسرعة للشير بيرميشن ونقول له شير بيرميشن، وهديله هنا تشينج. يا جماعه خلي بالكم من البرميشن دهيت مهمه قوي دلوقتي، هدي للراجل دلوقتي ريد بلس تشينج، وهقول له لا انا كده اديت للافري وان. احنا هنعمل اسف اد لمحمود، خلاص اوكي. بعد ما عملنا اد لمحمود هدي للراجل محمود دهوت ريد بلس تشينج، وهقول له اوكي. هنروح لل محمود وهديله ريد بس، وهقول له ابلاي، وهقول له هنا ابلاي. طيب تعالوا نروح نشوف الفولدر دهوت، وتعالوا نشوف اليوزر دهوت هيقدر ياكسس ولا مش هيقدر ياكسس، وهيقدر يعمل ايه ومش هيقدر يعمل ايه. لكن خلي بالكم بس قبل ما
آسف، هنفتح الفولدر دلوقتي ونشوف اليوزر ده. هوت اليوزر قدر زي ما انتم شايفين فتحنا لقينا الفايل متشاير. طيب اليوزر دلوقتي قدر يفتح الفايل، تعال نشوف اذا كان هيقدر يعدل ولا مش هيقدر يعدل على الفايل ده. اهو هقول له سيف. قال لي هنا access was denied. طيب ماشي، تعالوا نشوف ندلت الفولدر الفايل ده اهوت، قال لي access is denied. طيب تعالوا نرجع للبرميشنز بتاعتنا ونشوف الراجل اخد access is denied ليه، ونفهم موضوع بقى ال NT والشير بيرميشن كويس من النقطة دي. تعال نروح للبرميشن، هنلاقي هنا محمود واخد change plus read. تمام، واحنا قلنا ان مدام واخد change plus read ان هو يقدر يعدل على الفايل. خلاص اوكي ماشي، تعال نروح للتاب بتاع السيكيورتي ونشوف الراجل محمود هنا واخد ايه. هنا الراجل محمود واخد read. طيب طيب ليه ما قدرش يعدل او يمسح مع انه واخد في الشيرنج تشينج، لكن واخد في السكيورتي واخد ريد بس؟ ليه يا جماعة؟ تعالوا اوريكم رسمة بسيطة كده اهوت هنفهم منها طيب انا رسمت اللي كتبت البرميشن بتاعت الشير بيرميشن اللي هي في الكنترول وموديفاي وريد، وهنا ال NTFS permission كتبت البرميشنز بتاعتها اللي هي في الكنترول موديفاي وريد اند اكسكيوت رايت وريد اند ليست فايل كونت. تعالوا نقول سيناريو هنا اهوت ان في الراجل بتاع الشير بيرميشن واخد موديفاي بلس ريد. خلاص يبقى لو انا عامل هنا شير بيرميشن بس ما عنديش NTFS permission، يبقى الراجل هياخد المودفاي والريد مع بعض. احنا قلنا ان هي بتبقى كوميوليتيف، مجموعة الاتنين مع بعض مودفاي وريد، يبقى هياخد الاتنين مودفاي اند ريد. طيب تعالوا نروح لل شير بيرميشن، وتعالوا نقول ان الراجل واخد في الشير بيرميشن واخد ريد بس. خلاص، واليوزر دلوقتي جاي اكسس على الفولدر ده هو، يبقى في الشير بيرميشن واخد موديفاي وريد، يعني يقدر يعدل ويقدر يقرا ويقدر يكتب على الفايل ويقدر يمسحه. اما في ال NTFS permission واخد ريد اونلي على الفولدر ده هو او على الفايل ده هو. طيب يا ترى مين اللي هيكسب، الموديفاي والريد ولا الموديفاي وال ايوه صح والريد ولا الريد بتاعت ال NTFS permission؟ قال لك القاعده هنا بتقول الأقل خطورة هو اللي هيطبق. يعني ايه الأقل خطورة؟ يعني أقل permissions متطبقة هي اللي هتطبق. يعني أنا هنا عندي اليوزر يقدر يريد بس، أما هنا عندي اليوزر يقدر يعدل ويقدر يقرأ، فاللي هتطبق ال NTFS permission عشان هي الأقل خطورة أو الموست restrictive permission. فهنا الموست restrictive permission اللي هي الريد بس، فاللي هيطبق عليه الريد زي ما شفنا في المثال ده هوت، ان احنا كنا مدين لليوزر. تمام، تعالوا نفتح هنا ونشوف تاني. كنا مدين هنا في الشيرنج مدين لليوزر تشينج بلس ريد، احنا بس غيرناها، ومدين هنا في ال NTFS permission ريد بس. تمام، فمين اللي هيكسب؟